السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ كنتمنىكم تكونوا في احوال جيده. اليوم البنات، بما ان رمضان على الابواب، غادي نستعملوا هاد البطيطات المعمرين. البنات راهم رائعين، كيجيو فنين معمرين البنات بالخضره وشويه ديال الشحمه، غير شويه. هانتوما البنات شوفوا كي تيجيو من الداخل، كيجيو مفشفشين ومهوين. شوفوا البنات كي تجي الحشوه. بصراحه البنات راه كيكونوا ضروريين هاد البطيطات في مائده الافطار. المهم البنات، مشيو للمقادير. دابا هانتوما البنات كما كتشوفوا معايا، انا عندي هنايا بصله خضاريه. بما ان الوقيته ديالها البنات ما فيها باس نستغلوها في هذا المعمر، كتجي رائعه وكتطلق واحد البنه فن فن البنات. المهم البنات، عندي هنا بصله خضاريه، عندي جوج جزرات وجوج كورجيت، عندني جوج فلفلات خضرين مقطعين، عندني فلفله حمراء. هانتوما البنات استعملت الملح، استعملت دابا يا غنستعمل الكمون. كيجي البنات في هادشي المعمر كيجي رائع. انا البنات ما غنستعمل فيها لا الكفته ديال لادينت لا الكفته ديال البقري، غادي نضيف نكتفي غير بهاد الخضره، وغندير شويه ديال الشحمه، غير شويه البنات. داك الشحمه كتعطي واحد البنه في فنه. هانتوما البنات، انا ضفت دابا الفلفل الاحمر، عندي هنايا البزار ما درتش بزاف حيت باقا غادي نستعمل الهريسه. غادي ندير الخرقوم ديالي والزيت، وغادي نحرك مزيان العناصر حتى تذوب ليا، حتى تهبط ليا الخضره مزيان. ثم البنات كما كتشوفون انا كنطيب في الغدا، هادو بغيتهم للعشيه. انتما كما كتشوفوا غادي نحضر دابا الحشوه ديالي، نخليها جانبا وعاده غادي نمشي للعجين، حتى نبغي الوقيته ديال نبغي نوجد البطيطه ديالي غادي نوجد العجين. هانتوما البنات، من بعد ما وجدت الحشوه ديالي كما قلت لكم البنات، من الاحسن انا ضفت الهريسه، وكما قلت لكم من الاحسن نضيفوا في هاد الحشوات القزبر والمعدنوس طري. ملي كنديروا داك اللي مكونجلي واخا كنشحروا مزيان، ملي كنديروا وسط العجين كيجينا بحال كيطلق الماء وما كيجيناش النتيجه اللي كنتسناو. نتوما البنات غادي نحرك الزيتون البنات مقطع، خليته حتى الاخير، كنبغيش نديرو في الاول باش ما يطلقش ليا المروره وما يتحركش ليا، فهمتوا؟ من الاحسن خليه حتى الاخر. نتوما كتشوفوا معايا دابا ملي تشحر ليا هادشي مزيان، غادي نضيف شويه ديال الشحمه. اللي ما كيبغيهاش البنات ما يستعملهاش، انا غير كتطلق واحد البنه. راكم عارفين هادشي المعمر ضروري من شويه الشحمه، سبحان الله كتعطي واحد البنه زوينه. نتوما شفتوا ما استعملتش بزاف، غير شويه. هانتوما البنات دابا نمشيو للعجين. هانتوما البنات غادي نستعملوا في العجانه ديالي، غادي نستعمل الدقيق الابيض والفورص. هانتوما غادي تشوفوا معايا غادي نستعمل بزلافه باش تعرفوا كيفاش، فهمتي؟ انا كنستعمل دابا بالزلافه كنخرج المقادير ديالي مقادين. هانتوما كتشوفوا عندي هنايا زلافه ديال القمح الصلب ديال سميتو اش كنقولوا ليه الفينو، دقيق القمح الصلب. انا البنات استعمل زلافه، زلافه ديال الفينو. غادي نستعمل دابا انا استعملت زلافه ديال الفورص، دقيق الابيض الصلب غادي نستعمل البنات منه جوج، والقمح وحده. كما شفتوا البنات انا كنستعمل ديما بزليف، كنعرف المقادير ديالي بزليف. كما قلت لكم وحده فينو دقيق القمح وجوجات فورص. عندي البنات هنايا الملحه، غادي نستعمل البنات الخميره والملحه، غادي نحطوها البنات في العجينه تعجن عادي. بغيتي تعجني بايدك كعجني، مهم العجينه كتسهل علينا الماموريه. انا الخميره ديالي غادي ندير فيها الماء البنات، وغادي نحطها في العجينه تعجن. انتما كتشوفوا غادي نذوب الخميره ديالي صافي البنات، وغادي نحرك ونخليها تدلك مزيان، ونخليها البنات حتى تخمر، عاد نرجعوا نديروا الكويرات ديالنا. انتما كتشوفوا معانا البنات، مبغيتش نقطع، بغيت نخلي الفيديو باش البنات اللي ما كيعرفوش البنات يعرفوا العجينه ما كنديروها ما جاريه ما ثقيله، فهمتوا البنات؟ حيت ما بغينا، حيت المحشي هاد المعمر ما خاصش العجينه البنات تجي جاريه بزاف كما البطبوط والبوشيير العادي. العادي كنبقاو نعطيوها الماء، نعطيوها الماء باش تجي خفيفه. هذا الا خففناه
الحشوه لداخل ما غاديش تزقي لينا، فهمتوا البنات؟ وما غاديش تحكمي فيها انت اصلا. فاش غتجي تبداي تحشي فيها غادي تغلبك. هانتوما كتشوفوا البنات، ما بغيتش نقطع باش تشوفوا، كنبقى نضيف غير بشويه بشويه حتى تجمع ليا صافي. وغادي نخليها تدلك مزيان، غادي تشوفوا معايا ما جاريه وما قاصحه. تبقى للبنات العجينه بين وبيننا، بالنسبه كنهضر البنات مع المبتدئات. هانتوما شفتوا معايا البنيات وما اللي كيعرفوا، هانتوما شفتوا البنات هي كتعجن ما قاصحه ما جاريه بين وبين، باش نتحكموا فيها كما قلت لكم فاش نقرص نديروها كويرات نتحكموا فيها. هاي البنات العجينه كتعجن فيها. من بعد غادي نخليها فيها تخمير وغادي نرجعوا باش نشوفوا كيفاش غادي. هانتوما البنات، انا البنات درتهم على شكل كويرات. الحشوه ديالي طبعا راه بارده، من الاحسن تكون الحشوه بارده باش تجيني النتيجه هي هذيك. غادي نستعمل البنات، هانتوما كتشوفوا معايا، غادي ندير نفتحها بحال هكا نبسطها بالزيت. شوفوا البنات كي تجي العجينه ما جاريه ما قاصحه. شوفوا الفقاعات عندنا. غادي نبدا ندير دابا الحشوه ديالي لداخل وغادي نسدها عادي. كما كتشوفوا معايا من الافضل نبسطوها البنات. تي ما نقولش لكم البنات هاد البطيبطاس في الصراحه راه كيجيو فنين. انا دابا حسبت البنات، حسبت دابا شحال عندي من البطبوطه باش نقسم الحقوقه نحطهم تما، فهمتوا البنات؟ باش ما تجينيش وحده عامره وحده خاويه وحده. هما هي البنات عندي 10 هنا، انا دابا كنقص وكل وحده غادي نحط ليها. انا البنات قسمتهم دابا في المقله ديالي باش تجي باش يجيني داكشي مقاد، ماشي وحده نعمرها واخرى والاخرى نخليها خاويه في الاخر نجي نقلب ما نلقى الحشو البنات ما بقاتش. من الاحسن قسموها نتوما، شفتوا ديروا الحقوق ديال الكويرات اللي عندنا. نحاولوا نسرحوا شويه بحال هكا الحشوه ديالنا صافي. وغادي نسدوها ساهله ماهله، هانتوما كتشوفوا بحال هكا صافي. ونسدو العجينه ديالنا ونبقاو بحال هكا حتى نكملوا الكويرات ديالنا. نضغطوا مزيان البنات، ضغطوا مزيان تخافوش منها البنات صافي. وغادي نهبط انا كندير البنات غير بشويه صافي، ندير بحال هكا، انا كندير بحال هكا وكنضغط من التحت. ندير معكم واحده اخرى البنات، هانتوما شوفوا معنا كنبسطوها، كنبسطوها بحال هكا صافي. وكنهزو الحشوه ديالنا نحطوها صافي، ونسدو ونخليهم يخميروا شويه البنات، ضروري من الخميره باش يجيونا زوينين. نخليوها البنات تخمر شويه صافي، ونرجعوا وملي تخمر شويه نبداو نطيبوها البنات. هانتوما كتشوفوا كنضغط مزيان. شتي البنات راه ملي ما كنستعملوش الحشوه، كون دابا استعملنا الحشوه سخونه وداكشي غادي تمحلنا، ملي كنخليو الحشوه البنات تبرد كتجينا رائعه. الثالثه البنات انتم شفتوا، خليت ما بغيتش البنات نقطع، خليت الفيديو طويل انتم شفتوا صافي. وكنسد صافي، كنسد حتى نكمل كما قلت لكم الكميه. نتسنى عليهم شويه غير شويه يطلعوا ليا صافي، وغادي نبداو البنات نخبزو. انا البنات كندير داك الورق السلفوليزي ورق الزبده، كنقطعو صغير علاش على حد هاد الكويرات ديالي، وكنبدا نقرص فيه. هانتوما شفتوا البنات، البنات هانتوما شفتوا دابا مع الضغيط وداكشي كتبدا تمدد لينا العجينه. ما تخافوش واخا تفك بحال هكا، راه كنهزو العجينه من هنيت وكنقادو العيب، فهمتوا؟ هانتوما شوفوا شفتوا مع الزيتون وسميتو ضروري كيبغي يخرج لينا من الحشوه، ما خاصها ضروري تجي رقيقه. الا ما رققناش بحال هكا راه كتجينا كيجي البطبوط ديالنا والبشير ديالنا غليظ والحشوه ما كتبقاش باينه. ضروري نبسطوه، ما تخافوش انتم شفتوا، غير ديروا هاد الورق ديال الزبده لتحت باش تحكمي فيها في الهزان، ما
باش ملي تهزيها ما تخشاوش لك الصبعان ديالك فيها وتعوج لك. بالنسبه لهذه المبتدئات البنات هذه طريقه سهله مهله. قطعي ورق السلف الليزي بحال هكا كيجي الشال البنات كيجي ساهل في الهزان ساهل مهل. انتما البنات صافي كيجينا البنات ساهل شتو صافي. الشال البنات كيجي تيسهل علينا المأمورية. غير كنرش شويه غير كنرش المقله ديالي مع هذه غير الاولى نتوما شتو كنمشي للثانيه بحال هكا كيما قلت لكم البنات واخا تفتح ليكم واخا تفتح واخا تمزق ليكم ما تخافوش منها غير قادو بايديكم بحال هكا راك بصراحه راه كيجيو رائعين. ها نتوما شوفوا شتو ملي كنبدا نقرص ها نتوما شتو ما بغيتش البنات نقطع بغيت نخلي لكم داك الشيء طبيعي. ها نتوما شتو بحال هكا صافي كنعالجها انا راسي كنعالجها بحال هكا صافي ما كتبقاش تبان حيت مع العجينه وداك الشيء غير مع الضغيط وداك الشيء كتبدا كتحل. نتوما شوفوا راه ساهل شتو فين ما تبان ليا شي ولكن خاصني نعطيها نرققها مزيان. شو كيما قد ما كنرقو قد ما كيبدا يخرج لينا الزيتون والحشوم ما نخافوش نقادوها. وهاد الورقه البنات ضروري هاد الورقه البنات ضروري ما تستعملوه على حساب انا البنات ما بغيتش دير لي الفقاعات فهمتوا ما غاريش انا دير لي الفقاعات تنفخ. انا غرضي بها غير الطيب وتجي مفشفشه من الداخل وزوينه. ثم البنات هذه هي الاولى غادي نعاود معكم البنات واحده اخرى. البنات انا ما كنعطيش العافيه البوشيار نهائيا كنقص عليه العافيه كنخليه ياخذ وقته في الطياب. نتوما شفتوا ما درتش الزيت ونقص العافيه ثم كتشوفوا معنا كنعطيه الخاطر حتى كيطيب على خاطره ما تجهدوش عليه باش البنات ما يتحركش حتى الا تحرك حتى الا جهدنا عليه غير كيتحرك صافي ما كيطيبش من الداخل. بوشير البنات راه العز ديالو تبقى العافيه مهيله باش يطيب يطيب طيبه وحده يجي كله طيب. ثم البنات صافي غادي نبقى بحال هكا حتى نكمل الكميه ديالي. والبنات الخاطر البوشير كيبغي الخاطر ماشي تقولي نجهد عليه العافيه حتى يتحرق ليا وصافي نقول صافي كملت لا خاصو العافيه مهيله. غادي ندير معكم البنات واحده اخرى التليفون ما تيقدش الحراره مع قريبه الكاميرا داكشي كيسخن. انتم البنات شي كتجي ساهله هاد الورق كيجي ساهل كيسهل علينا البنات بصراحه للمبتدئات اللي لينا بصراحه فاش كتبقاي تهزي كديري لي بحال هكا كتبقى مدوره صافي. البنات غادي نكمل بصراحه البنات وشي بريري ديال اتاي من نعنع يا سلام ما نقولش لكم كثر هي في رمضان كيجيو رائعين صافي. غير كنقادهم في الجناب كنشوفها طابت صافي وكندور. نتوما شتو البنات كما قلت لكم غير عطيوها الخاطر عطيوها الخاطر. كنتمنى البنات تعجبكم الوصفه ديال اليوم جربوها البنات راه فنه ان شاء الله غادي نستعملو نديرو ان شاء الله بالطوبوط معمر بالكفته ديال لاديند ولا الكفته سميتو حتى بكاشير البنات كتجي رائعه محكوك. نتوما شتو البنات ملي ما كنعطيوش العافيه راه كيجي طيب طيبه وحده شتو وراه تنفخ البنات غير ما تنفخش بزاف كيطلع غير شويه مع نتوما شتو غير مع الكاميرا ما كتبينش ما عرفتي من الداخل راه رائع. انا قطعتو لكم وشتو نتوما شتو غير كنطيب ليه الجناب بحال هكا باش يجي باش طيب البنات يدخل مزيان لداخل باش يطيب مزيان
انتم البنات سمحوا لي على الفيديو طويل، البنات والولاد طبعا داخلين عندي حتى الولاد، البنات والولاد. كنتمنى الفيديو ما يكونش طويل عليكم، يكون خفيف ظريف. انتم شفتوا البنات، انتم نعود معكم واحده اخرى. شفتوا ساهله مهله هاد الطريقه البنات، كتجي ساهله مهله صراحه. ملي كتبداي تقرصي وديري ما كتحسيش كتلقاي راسك بالزربه كملتي، حيت كتسهل عليك، كتبقاي تفكري في الهزان وداكشي. وبعد المرات كتكون هادي كتبقاي تسني فيها الطيب، كتكوني مقرصه الاخرى على سطح العمل، بعد المرات كتلصق، بعد المرات كتخمير، كتجي تهزيه كتخسر لي الفورمه ديالها. الصراحه الطريقه هادي كتجي فنه البنات. مقطع راه عندي واحد غير ما بقاش، مقطعه سيركل بحال هكا دائري على قد البطبوطات اللي كندير، مقطعه واحد مربع غير ما بقاوش ليا دابا البنات، ما عمرو بزاف كنستعملهم بزاف. واحد مقطعه البنات مربع وواحد دائري، مربع خاص بالمسمن كيجيني ساهل ماهل، والدائري البنات خاص بالبوشيير. مقطع واحد صغير سيركل صغير وواحد سيركل على كبير، واخد على هاد العبار هذا مقطع عليه صافي. كنبقى نخدم كيجوني بوشييرات كلهم في نفس النيفو، كتجيش وحده دايره كبيره وحده، غير ما بقاوش عندي. هاد المره غادي نشارككم معكم البنات، خصني غير ما ننساش. نتوما شفتوا البنات راه كيتنفخ غير شويه، نتوما ما بغيتش نقطع، قلت خلي الفيديو باش يشوفوا داكشي مزيان. كنقول راه نطول يجيهم الفيديو ممل، ولكن البنات كيما شفتوا معايا انا استعملت وحده اخرى. كنتمنى البنات يكون الفيديو خفيف ظريف على القلوب ديالكم، وكنتمنى وكنشكركم على الدعم، وكنشكركم على الناس اللي تاقوا فيا وتابوناو، كنشكرهم بزاف رجال وعيالات، كنشكركم من قلبي الخالص. وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم، والى اللقاء في فيديو اخر.